في مثل بيقول اطلبوا العلم ولو في الصين، بس بنت الشمس السورية اللي رح نحكي عنها اليوم غيرت هالمثل ليصير اطلبوا العلم ولو في السبعين. سيدة وأم سورية عمرها تجاوز 70 سنة وعندها 10 أولاد و15 حفيد، قررت تتعلم وتحقق حلم القديم بأنها تدخل على الجامعة. هالسيدة اسمها نجلاء أحمد برغل، بلقبوها أم هشام، وهي من مواليد 1944 من مدينة دمشق حي الآبون. انتقلت لتعيش بمدينة اللاذقية، وبمكان إقامتها الجديد قررت أنها تتعلم وهي بالستينات من عمرها، وحطت قدام عيونها هدف الالتحاق بالجامعة والدراسة فيها. وبالفعل بلشت مع دورات محو الأمية اللي بيعملها الاتحاد النسائي بالمدينة، ومشيت فيها لحتى وصل مستواها لمستوى الصف التاسع. وبعد 3 سنين قدرت تنجح بامتحان الشهادة وتتفوق على أحفادها، وبعد بسنة تقدمت لامتحان الشهادة الثانوية البكالوريا. ورغم إنها ما نجحت بأول سنة، بس ما يأست وحصلت على النجاح بالسنة الثانية ودخلت الجامعة وهي بعمر 73 سنة. ورغم أنه نجلاء كانت بتحلم تدخل فرع رياض الأطفال بكلية التربية، بس علاماتها بالبكالوريا ما أهلتها لتدخل هالفرع، فسجلت بكلية الآداب قسم المكتبات بجامعة تشرين بمدينة اللاذقية، وبلشت رحلة دراستها الجامعية وهي بهالعمر بعد مشوار 10 سنين حولها من امرأة أمية ما بتعرف تقرأ وتكتب لطالبة جامعية. السيدة نجلاء الملقبة بأم هشام صارت هلأ سنة تانية ومصرة أنها تكمل دراستها وتتخرج من الجامعة، وبتستعين على تحقيق حلمها وهدفها بإيمانها بنفسها وبالمرأة السورية اللي بتقدر تحقق النجاح مهما كان صعب.